احاول دائما بالفيديوهات مالتي اسلط الضوء على مشكله او موضوع معين ويا الحل مالته. تعالوا بهذا الفيديو نشوف شنو هي المشكله وشنو هو الحل. ابني تعال اقعد هنا، انا اريد احكي وياك، عندي موضوع كلش مهم وياك. هسه انت بعد ما خلصت السادس ايش حتسوي؟ والله بابا صراحه انا افكر اروح كليه، وانا جبت 70 بس مثلا قلت انه ممكن اروح يعني قلت بعدين فكرت قلت يمكن اروح محامي افضل، بعدين قلت لا يمكن لو اعيدها اجيب 80 اقدر اروح هندسه، اروح قسم انا احبه. يعني انت من كل عقلك جايب 70 وتريد تكمل كليه؟ شو تسوي؟ ايش حتطلع؟ حتى لو طلعت محامي او مهندس او اي شيء، عمي المهندسين معبين البلد، شوف شهاداتهم معلقيه على الحائط، بس كل شيء ما مستفادين منه. انت راح تقضي حياتك كلها دراسه، واخر شيء هاي اودي اذا لقيت لك وظيفه على 500 600 الف، ايش مستفاد انت من هذا الحكي كله؟ راح تضيع عمرك كله تفنيه بالدراسه، واخر شيء ماكو وظيفه، ترى ماكو تعيين، لا على بالك حيقول تعيين وما ادري شنو. روح عمي انزل وياي للشغل، انزل ويا عمك يلقى لك شغله تسوي، احسن ما تصرف وتضيع وقتك، واخر شيء كل شيء ما مستفاد من قاعد تعلق الشهاده مالتك على الحائط. موقف صار وياي صراحه ابد ما انسى. من كنت بالكليه كنت فتره العطله الصيفيه اشتغل يعني ما كنت اقعد، فالمهم مره من المرات نزلت بمكتب حوالات، فصاحب الشغل ايش قال لي؟ ضحك قال لي هسه انت اذا تخرجت ايش قد راح تتعين؟ ايش قد راح تاخذ راتب؟ 300 دولار؟ تعال انا اعطيك اياها واقعد هنا وبلا ما تروح تكمل دراسه. ما كنت اعرف ارد يعني ما عرفت ارد، بس انا من جوا ما مقتنع بالكلام مالته صح، وهذا الرجال افترض بيه الدنيا وخسر، فهو ما يعرف يعني ما يقدر يشتغل غير هاي الشغله مالته اللي هي شغله الصيدله. فاللي اريد اقوله شنو؟ انه اخذ الشهاده وش تريد اشتغل واشتغل، الشهاده هي سلاحك في هاي الحياه، لانه انت ايش ما افترض بيك الدنيا، ايش ما صار راح ترجع شهادتك وراح ترجع الطريقه. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه شنو اللي اريد اقولها؟ اذا شهادتك ما اشتغلت بيها فانت راح تستفيد منها ببناء جيل، وراح تبني عائله. انت عندك شهاده مو مثل ما تبني عائله وانت ما عندك شهاده، بس انتبه الشهاده اللي ما تعلمك، انتبه الشهاده اللي ما تعلمك شلون تكون مثقف، مو كل شخص معوي عنده شهاده ومثقف، لا، الشهاده اللي ما تعلمك انت شلون تكون مثقف ما بيها فائده. تشوف هواي مثقفين يتعاملون على اساس طائفي، على اساس عرقي، على اساس مذهبي، والى ما هذول كلهم عديمي الثقافه، لانه الشهاده لازم تثقفك وتعلمك انه الانسان هو انسان بافعاله، واحنا علينا مسؤوليه بنائهم بشكل يتجاوز امراض المجتمع الموجوده حاليا. تحياتي.